بدأت معاناتي عندما صار يقصفها الطيران. فقد أسقط علينا الطيران صاروخ على منزلي وهدمه جميعا، هدم كل منزلي، واستشهدت أمي، وأصيب والدي، وأيضا أصبت أنا. أنا وأبي أخذونا إلى المشفى الميداني لنخضع العلاج لنبقى على قيد الحياة. خضع أبي العلاج مدة شهر كامل لأن كانت ضربتها قوية وقاسية جدا، ولكن بعد هذه الرمية بصاروخ علينا لم يعد أبي يعمل مثل قبل. كان يمكنه أن يعمل في العمل الشاق ولكن لم يستطيع حتى الآن. بعد أن خضع أبي العلاج قرر عمي أن يأخذنا إلى الشمال السوري. ذهبنا إلى المخيمات وجلسنا في إحدى المخيم وهو مخيم الفرقان. جلسنا فيه مدة يومين نتلقى التعازي بوفاة أمي. بعد أن تلقينا التعازي قرر عمي أن ننزح إلى مخيم آخر وهو مخيم السلام. جلسنا في خيمة صغيرة نقضي بها كل حاجاتنا. جلسنا في مخيم السلام شهر، وبعد ذلك لم نستطيع أن نتأقلم في هذا المخيم. عدنا إلى المخيم نفسه وهو مخيم الفرقان. قرر عمي أن يرجع وينصب لنا خيمة نجلس فيها. جلسنا فيها بعد أن هنا قد تحسن أبي قليلا. سمع عمي بعد مرور الوقت بأن هناك يوجد مدرسة للطلاب لكي يتعلموا، فقررت أن أذهب إلى عمي وأن أسأله عن هذه المدرسة. وفعلا ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجلني فيها لأنني كنت الرغبة تغمرني أن أعود إلى علمي، أن أعود إلى مدرستي، وأن أعود يكون لدي أصدقاء جدد. ذهبت إلى عمي وطلبت منه ذلك، وطبعا لبي لي عمي طلبي وقال لي سوف أقوم بتسجيلك. ذهب إلى المدير وقرر أن يسجلني، وفعلا تم قبولي. كنت سعيدة جدا لأنني سوف أرجع إلى المدرسة وسوف يكون لدي أصدقاء. ولكن عندما كنت في المخيم لا كان يوجد لدي أي صديقات. عندما ذهبت إلى المدرسة أصبح لدي صديقات، كنت أشعر بسعادة غامرة لا مثيل لها. في يوم سألتني المعلمة ماذا تحبي أن تكوني في المستقبل؟ كنت حقا لا أفهم ولا وماذا أعرف، لا أعرف ماذا أجاوبها عن هذا السؤال. التزمت الصمت، ولكن بعد الدقائق تذكرت بهذه المعاناة القاسية. عندها قلت للمعلمة أتمنى أن أصبح محامية. قالت لي المعلمة لما تحبين أن تصبحين محامية؟ قلت لها لكي أدافع عن حقوق الناس الذين إن ظلموا وماتوا ضحية بسبب